تأمل معي هذا الحديث العظيم العجيب. الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شايب هرم قد انحنى ظهره وبيضت لحيته وسقط حاجباه على عيناه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، والذي بعثك بالحق نبيا، ما من حاجة ولا داجة ولا شاردة ولا واردة من الذنوب والمعاصي إلا وقد اقترفتها، يا محمد هل لي من توبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. وهذه بشرى لنا جميعا يا أحبة، كلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: إذن من يحول بينك وبين التوبة؟ الرجل مما أسرف على نفسه واقترف من الذنوب والمعاصي والظلم لنفسه استغرب هذا القبول من الله تبارك وتعالى، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: يا محمد، وغدراتي وفجراتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنوبك وغدراتك وفجراتك وسقطاتك وظلمك إلى نفسك كلهن تبدل إلى حسنات.